بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله هناخد التطبيق العملي لنموذج شمعة الحرامي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. اهلا ومرحبا بكم مره اخرى مع كورس التحليل الفني المجاني Free Technical Analysis على قناه سلموني تريدينج. وزي ما قلنا ان شاء الله النهارده هناخد التطبيق العملي لنموذج الحرامي. مبدئيا كلمه حرامي تعني المراه الحامل، وهو نموذج مكون من شمعتين، الاولى حمراء طويله تليها شمعه خضراء قصيره، بحيث تبتلع الشمعه الاولى بداخلها تماما الشمعة الثانية. تسمى الشمعة الكبيرة الأم، وتسمى الشمعة الصغيرة الجنين، وغالبا ما يكون لون شمعة الجنين مختلف عن لون شمعة الأم، ولذلك يسمى هذا النموذج بالمرأة الحامل. عندي نوعين من النموذج ده، وهما بوليش حرامي وبرش حرامي، واتكلمنا عنهم بالتفصيل في فيديو سابق قبل كده، يفضل الرجوع إليه. وده شكل عام لنموذج البوليش حرامي. وكمان عندي نموذج كروس حرامي، وده عبارة عن شمعة طويلة يليها شمعة دوجي كلاسيك. شوف كده المثال الأول على الشرط. عندي الشمعة الهابطة الحمراء تليها شمعة صاعدة خضراء مولود جديد، وغالبا ما يوحي المولود الجديد بميلاد حياة جديدة للأسعار، تكون في عكس الاتجاه السابق. كما بالشكل، الأم لون شمعتها حمراء والجنين لون شمعته خضراء. على الشرط، الاتجاه الهابط يشير إليه السهم الأحمر. في نهاية هذا الاتجاه الهابط ظهر نموذج الحرامي، حرامي باترن. نتيجة ظهور هذا النموذج حصل انعكاس في الاتجاه كما يشير السهم اللي لونه أخضر. المثال الثاني على كروس حرامي، كما هو موضح على الشرط التعليمي، عندي شمعة طويلة حمراء تليها شمعة كلاسيك دوجي، شمعة دوجي دخل بعدها المشترين، من بعدها صعد الاتجاه لأعلى نتيجة دخول المشترين. أهو زي ما احنا شايفين الاتجاه الهابط اللي في نهايته ظهر هذا النموذج، تليه شمعة شراء، ثم شمعة تصحيحية حمراء، من بعدها صعد السعر، وذلك واضح من خلال الشموع الخضراء اللي جت بعد كده. وعندي كمان مثال آخر على الشرط، مثال ثلاثة لنموذج الحرامي على وجه التحديد بوليش حرامي، كما يشير السهم الأحمر في نهاية الاتجاه الهابط. وكمان عندي في نهاية اتجاه صاعد هتلاقي شمعة البوليش حرامي، وتلاحظ كمان إنه في منطقة دعم قوية أغلقت الشمعة الحمراء في هذه المنطقة، وكمان ذيل الشمعة الخضراء أيضا أغلق في هذه المنطقة، وده معناه إنه هيحصل صعود قوي في الأسعار، تقدر تدخل بعد كده صفقات شراء وإنت مطمن. هتلاحظ كمان على الشرط وجود شمعة حمراء، شمعة بيع، بس دي شمعة تصحيحية، وين بعدها الاتجاه كمل صعود على طول. المثال الرابع عندي على الشرط، هتلاقي شمعة حمراء طويلة تمثل الأم، جت بعدها على طول شمعة خضراء قصيرة أي صغيرة تمثل الجنين، ووقعت بكاملها داخل مدى هذه الشمعة زي ما احنا شايفين. يبقى ده على طول نموذج حرامي باترن. عشان كده حصل اتجاه صاعد وترند صاعد، واضح ان ده نموذج انعكاسي قوي كما يشير السهم المنحني باللون الأخضر. المثال الخامس،
عندي على الشرط نموذج برش حرامي كما هو موضح على الشكل البيضاوي. تقدر تدخل من الشمعة التالتة بعد ما تتأكد من إن التصحيح قد تم. بعد كده نقطة الدخول Entry، ادخل مع المشترين في الحالة دي وانت مطمن. ممكن تدخل عدد شمعات حسب تحليلك وحسب التايم فريم اللي انت شغال عليه وحسب الدعوم والمقاومات اللي انت واخدها، وكمان على حسب الترند لو كان صاعد او نازل. فوت الشمعة رقم 1 و2 وادخل عند الشمعة رقم 3 اتجاه صعود كما هو واضح على السهم اللي لونه اخضر. بص شوف نسبة الصعود عالية ازاي، ده علشان نموذج الحرامي وقع عند منطقة دعم قوية جدا والترند العام اساسا كان صاعد. المثال السادس عندي كمان هنا على الشارت اتجاه صاعد، جه في نهايته نموذج الحرامي اللي عليه شكل بيضاوي، الشمعة رقم 1 الأم والشمعة رقم 2 هي الجنين، وده نموذج بيعي برش حرامي. تقدر تدخل من بعدها صفقة بيع وانت مطمن. مثال 7 كمان عندي مثال آخر على الشرط اتجاه صاعد، جه في نهايته نموذج برش حرامي كما يشير السهم الأبيض الصاعد. تقدر بعده تدخل صفقة بيع كما يشير السهم الأبيض في اتجاه الهبوط. مثال 8 النموذج اللي قدامي ده بولش حرامي باترن، على اليمين النموذج وعلى اليسار التطبيق على الشرط. السهم الأحمر يشير إلى ماينر ترند هابط، في نهايته جه نموذج الحرامي البولش حرامي. من بعده على طول تقدر تدخل زي ما انت عايز مع المشترين صفقة شراء، ادخل بأي عدد شمعات برضه حسب تحليلك وحسب التايم فريم اللي انت شغال عليه. مثال 9 عندي كمان على الشرط التعليمي نموذج بولش حرامي، شمعة حمراء كبيرة تبتلع شمعة زرقاء صغيرة. الشمعة الحمراء تمثل الأم والزرقاء تمثل الجنين. من بعدها على طول لقينا اتجاه صاعد، عشان كده ممكن تدخل صفقة بيع وانت مطمن. اهو زي ما احنا شايفين كده نموذج البولش حرامي اللي عليه الشكل البيضاوي الاسود كما هو موضح على الشرط. من بعده على طول صعد الاتجاه لأعلى. المثال 10 عندي نموذج بولش حرامي اللي عليه المستطيل الاسود ده على الشرط، جه في نهاية اتجاه هابط عند منطقة دعم قوية. من بعدها على طول اتعكس الاتجاه واصبح صاعد، عشان كده ممكن تدخل صفقة شراء مع الثيران وانت مطمن. المثال 11 والاخير على الشارت اللي قدامي ده عندي نموذجين للبولش حرامي، الاول اللي عليه دايرة والتاني اللي عليه شكل بيضاوي. في الحالة التانية عندي ترند هابط، جاء في نهايته نموذج بولش حرامي زي ما احنا شايفين على الشكل البيضاوي، الاتجاه صعد بعد كده على طول، عشان كده ممكن تدخل صفقة شراء او اكتر وانت مطمن، وده برضو حسب تحليلك والدعوم والمقاومات والترند اللي انت شغال عليه. بتاخد الزمن المناسب ليك وتدخل صفقة شراء رابحة بإذن الله. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.